السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو تاع اليوم راح يكون على لي سيلول بروكاريوت. قبل ما نتمنى تكونوا شفتوا لي فيديو اللي قبل نتاع لانتروديكسيون ولا لا ديفينيسيون دو بيولوجي سيلولير، سما دي نونسيون جينيرال اللي شفناهم في لي تخوا فيديو اللي فاتوا. ابخي جو تشوفوا لا سيلول بروكاريوت، راني راح نرقمهم. سما لي فيديو 3 اللي فاتوا راهم الاون و دو تخوا وهذا لو كاتريام. اوكي، قبل ما نبدا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد نزلوا في القناة. ويلا نبدا. اول حاجة لازم تعرفوها بلي لي سيلول بروكاريوت هما بدائيات النواة. اوكي، كوم ان ديفينيسيون نقدروا نديو بلي لي سيلول بروكاريوت بوسيد اون ستركتور بوكو بلو سامبل كو لي سيلول اوكاريوت. فوالا، كي قلنا هي هاد لي بروكاريوت بداية النواة راهم يمدوا لنا ولا يكونوا في شكل ستراكشر بنية سامبل على لو كاريوت. تسمى حقيقية النواة راها تكون معقدة أكثر من بداية النواة. بداية النواة راه عندها واحد لا ستراكشر اللي تكون بلو سامبل كو لي زوكاريوت. اوكي، ان شاء الله تكون الصورة واضحة. Elles ne sont pas compartimentées, واش معناتها هذه؟ معناها غير مجزأة ولا ليست مجزأة. اوكي، فوالا، يكون عندها النوايو بريميتيف، سما يكون بدائي ولا النوايو تاعها تكون عادية، ما تكونش كومبلكس كيما عند لي اوكاريوت. لا دي ان تاعها كي على فورم دان بوكل فيرمي، سما تكون عندها واحد لو سيركل ولا تكون لا فورم سيركولار، سما تكون دائريه. ني جامي سيباري دو سيتوبلازم بار ان انفلوب، سما مي السيتوبلازم ما يتفصلش على النوايو بانفلوب ولا بغلاف نووي. اوكي، ماشي كيما عند لي زوكاريوت، باردون، تكون عندنا ان سيلول كوم سا، يكون لا دي ان هنا وهادي، سما تكون ماشي تابع للنوايو، تابع للسيتوبلازم. اوكي، ماشي كيما لي بروكاريوت اللي تكون عندهم نوايو اللي يكون وسطها لا دي ان وتكون هنا لا سيتوبلازم لاسيتوبلازم وبيناتهم هذا الغلاف النووي. اوكي، ابخي عندنا لي بروكاريوت روغروبون دو نومبروز فورم دون ايل ني با سورا روتوني ainsi que les bactéries. Seulement, باش نحكيو على لي بروكاريوت ديريكتومون يجي في بالنا لي بكتيري. سما جينيرالمون لي بكتيري راهم دي بروكاريوت، ولما نحكي ولا نقول دي بروكاريوت راني نحكي على لي بكتيري. لا فورم لا بلو انسيان دو سيلول فيفونت، هو لي بروكاريوت هما اقدم شكل للخليه الحيه، هما لي بروكاريوت. ابخي جات عندنا لو كاريوت، ابخي بداو يكتشفوا في لي زوتر. اوكي، لي كاركتر جينيرو، سما الصفات العامه عند لي بروكاريوت، سون دي اورغانيزم بروكاريوت، سون دي ميكرو اورغانيزم جينيرالمون انوسيلولير. اوكي، لي بروكاريوت بدائيه النواه تكون في شكل دي ميكرو اورغانيزم، كائنات حيه دقيقه جينيرالمون، سما عامة ما تكون كائنات حية دقيقة. إن سيلولير معناها واحدة الخلية. أوكي، ولما نقولو بلوري سيلولير معناها متعددة الخلية، وهنا رانا نقولو إن سيلولير سما واحدة الخلية. أوكي، لوغ ماتيريال جينيتيك إي ليبر دون لا سيتوبلازم نون ليميتي باغ أنفلوب نيكلوييغ. واش معناتها هادي؟ المادة الوراثية تاعها ولا لا دي إن ولا المعلومة الوراثية تاعها تكون ليبر في السيتوبلازم، تكون حرة في السيتوبلازم، ما تكونش محاطة بلونفلوب نوكليير هذا اللي كنا نحكو عليه اللي يكون كاين في الأوكاريوت. تسمى هنا هذه راهي عكس لي زو كاريوت. اوكي، لي سيلول بروكاريوت سون اسونسيلمون ريبريزونتي بار لي باكتيري. هنا قلنا لي باكتيري لي بروكاريوت راهم جينيرالمون هما دي باكتيري. اي بدايه نواه نهضروا عليها يجي في بالنا ديريكتومون لي باكتيري. اوكي، وهاد لي باكتيري راهم يتميزوا بثلاثه لي فورم، باردون، ثلاثه لي فورم لي دائما تجي فيهم لي باكتيري. يا اما تكون سفيريك كيما لي ميكروكوك، يا اما تكون باتوني كيما لي باسيل، يا اما سبيرال كيما لي سفيروشيت سبيروكيت، باردون، سبيروكيت. عندنا سفيريك وين يكون دائري، الميكروكوك يكونوا بهذا الشكل، هادو هما لي ميكروكوك بكتيري بروكاريوت بروكاريوت سفيري كيما لي ميكرو كوك.
عندنا باتوني عند كيما لي باسيل يكونوا بشكل اسطوانه ولا هكا شكل عصا عصي اوكي، والسبيرال اللي تكون شكل حلزوني كيما لي سبيروكيت اوكي. Elles pouvant vivre groupe vivre groupées en colonies en isolées. Ma, y a emma chikel mustamarat colonie, y a emma t'aïch ma'zoula. عندها deux modes de vie, ok. Y a emma colonie t'kon fil mustamarat, y a emma isolée t'kon ma'zoula, ok. Elles sont caractérisées par un taille réduite من واحد ميكرومتر حتى العشرة ميكرومتر. هنا وش قلنا كل واحد ميكرو ميكرومتر راه يساوي 10 اس ناقص 9 متر اوكي. سما راها شوفوا 10 اس ناقص 9 بالمتر، شوفوا لا طاي تاعها صغير بزاف على بها قلنا غدويت اوكي. لو مود دو ريبرودكسيون عندها الي بار سيكسي باريتي بار لو ترونغلومون. واش معناتها ترونغلومون؟ هنا تكون عندنا لا سيلول في ليطا عندها عادي، ابخي تصرى لها هنا واحد لو ترونغلومون يصرى لها اختناق، ابخي يكونوا عندنا دو سيلول جدد منفصلين على بعضهم اوكي. Les cellules bactériennes sont constituées de structures constantes. C'est-à-dire que les bactéries sont constituées de essentielles présentes chez toutes les espèces bactériennes et bactéries. C'est-à-dire les espèces ou les noirs les bactéries ont une structure qui est constante, qui est constante, qui est constante. Mais ça, on a le cas exceptionnel ou عندنا les structures inconstantes اللي تكون غير ثابته اللي نقدروا نقولوا لها facultative اللي تكون présentée chez quelques espèces seulement. سما عندنا بعض الاسباس برك اللي يكون عندهم واحد لا ستراكتور اللي تكون انكونستانت اوكي، اما غالبا ما تكون كونستانت. نروحوا نشوفوا لي تيب دي دو ستراكتور. لي تيب دو ستراكتور عندنا لي ستراكتور كونستانت كيما قلنا هنا، وعندنا لي ستراكتور اللي تكون انكونستانت ولا فاكولتاتيف. ستراكتور كونستانت واش لازم يكون فيها؟ سما هذيك ثابته واش لازم يكون فيها؟ لازم يكون فيها ماتيريال جينيتيك اللي هو لا دي ان، لازم يكون فيها بلازميد اللي هو يكون واحد لو فراغمون دو لا دي ان لي ومن بعد يشارك في لا ريبليكاسيون نتاع لا دي ان ولا لا ريبليكاسيون انديبوندون de celle du chromosome bactérien. C'est-à-dire qu'on a un plasmide. En plus, on a les ribosomes ou le membrane plasmique ou la paroi. Okay? C'est-à-dire les structures constantes. On a des détails, tu peux le lire aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de détails, les structures constantes sont les plus importantes. Les plus importantes sont les matériels génétiques ou les informations wirathiya ou l'hamd al-nawawi, l'ribe al-nawawi, qui est l'ADN. On a des plasmides, on a des ribosomes, on a le ou la membrane plasmique, on a la paroi. Après, les structures facultatives ou les inconstantes, les mycounadna capsules. Ok, inshallah, tu connais ça. Capsules, les mycounadna des mésosomes. Après, les mycounadna le flagelle, les pilets ou les poils, ou les inclusions cytoplasmiques اوكي. هنا كي نجي نشوفوا هذا الشيما تاع لا بكتيري باش نعرفوا لي ستراكتور فاكولتاتيف ستراكتور كونستانت. هنا عندنا بلازميد اللي كونستانت، بولي ريبوزوم هذا هو الشكل تاعو، سنوزي نزومي لكم شويه فوالا. ريبوزوم هذا هو لا مومبران، عندنا هذه لا باروا اللي هي الجدار، هنا عندنا كروموزوم بكتيريان، وهنا عندنا سيتوبلازم اوكي. هادو هما لي ستراكتور اللي يكونوا كونستانت. اما لي ستراكتور اللي تكون فاكولتاتيف ولا انكونستانت، عندنا هاد الكابسول سما اللي قادره تكون قادره ما تكونش، ماشي دائما تكون كاينه. سما هنا فهاد لو كوتي هادو لازم يكونوا في اي بكتيري ولا اي بروكاريوت، اما هادو عند سيغتان اسباس برك اوكي. عندنا كابسول، عندنا غرانول دو ريزيرف هذه اللي تكون عندها هذيك لي تريزيرفي لنا لا نوتريسيون تاع لا بكتيري. عندنا لي بيلي هذو اللي يشدونا لي زاجون باتوجين، كي تكون عندنا لا بكتيري اللي يحكموا فيها لي زاجون باتوجين. وعندنا هذا هو لو فلاجيل اللي يكون لورغان بروموتور ولا لورغان دو موفمون عند لي بكتيري، هو اللي يسمح لا بكتيري باش تتحرك اوكي. هذه هي جينيرالمون لا ستراكتور دي بكتيري. عندنا في لي ستراكتور فاكولتاتيف كيما قلت لكم، ولي ستراكتور اللي تكون كونستانت اوكي. هنا كي يقول لكم البروف ولا يجيكم سؤال باغ
exemple ارسموا لي لا باكتيري اللي تكون فيها ستراكتور كونستانت لازم ترسموا هاد لو كوتي ابري الى قال لكم تكون فاكولتاتيف لازم ترسموا هاد لو كوتي هنا هادو وهادو ماشي لازم يكونوا في كامل لي باكتيري كما قلنا هاد لو كوتي اللي نهضر على هذا كي نغطي هذا اللي نهضر على هذا الجهه كي نكون عندنا هاد لو كوتي رانا في الكونستانت اللي تكون غالبا عند كامل لي سبيس وهنا اللي هضرت على هاد لو كوتي راح نهضر على سيغتان سبيس برك ماشي نهضر على كامل لي سبيس باكتيريان اوكي ونكونوا بهذا وصلنا الى نهايه لا فيديو نتمنى يا ربي يكون افدتكم ولو بجزء قليل وما تنساوش تخليوا لي جيم لا فيديو الا كان تعجبكم هاد لي فيديو وتبارطاجيو لو ماكسيموم مع اصدقائكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.